أكد محافظ القاهرة إبراهيم صابر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تهدف لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة. وخلال لقائه أعضاء اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء، أكد محافظ القاهرة أن العاصمة احتلت المركز الأول بين المحافظات في عدد المشروعات المقدمة في كافة الفئات، وذلك بإجمالي 1063 مشروعا. وأشار إلى أن المبادرات تستهدف تلبية معايير الاستدامة البيئية والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية.